تغيير سياسة دعم الفرينة وتوجيه ودعم مباشرة إلى المستهلك مع التحرير التدريجي لسعر الخبز كانت أهم مطالب الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين للقضاء على مشكل هامش ربح الخباز بالدرجة الأولى. حد الآن المشكلة تاع الخبز سواء من حيث النوعية أو الأسعار لحد الآن ما زال مشكلة قائمة تاع الخبازين الجزائريين، والملف اللي راه معناتها ليتضمن المشاكل تاع الخبز والاقتراحات الواجب معناتها الاعتماد عليها راه عنده أكثر من 10 سنوات. اتحاد وتجار أيد بدوره إجراء وزير التجارة بختي بالعايب القاضي بتخصيص فرينة بنوعية أحسن ومدعمة لفائدة الخبازين، وفي نفس الوقت أكد الحاج طاهر بولنوار أن مشاكل الخبازين لا تنحصر في الفرينة فقط، داعيا السلطات إلى التحرير التدريجي لسعر الخبز الذي سيصل إلى 15 و17 دينار في حال رفع سياسة الدعم عنها. المشكل الحقيقي الآن، السبب الرئيسي لمشكلة الخبز اللي راهم يعلنوا عليه، هو تقلص هامش الربح. تقلص هامش الربح نتاع الخباز، هنا القيمة تاع الخبزة اللي ممكن بعد تحرير السعر وبعد كذلك توجيه الدعم المادي والمالي إلى المواطن يصبح بين 15 حتى 17 دينار. هذا وتنتظر أكثر من 20,000 مخبزة على المستوى الوطني توفر أكثر من 40 مليون خبز للجزائريين يومياً الفصل النهائي في قضية الخبازين، فيما لا زال الخبز المادة الأساسية الأولى للمواطن يشكل أحد الانشغالات اليومية لتأمينه. فهل ستواصل الحكومة دعمها للخبز الجزائري؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.